النهاردة هنتعلم ازاي نعمل جولدي تشيزل هارد تكست في بالفوتوشوب. تعالوا بينا نشوف. اول حاجة هنعملها التكستشر بتاعي ده هحوله لباترن. ازاي؟ هدوس edit define pattern وهقول له اوكي. طبعا هي عندي فانا مش محتاج. بعد كده هفتح دوكيومنت جديد، الويدث بتاعه 2500 والهايت 1400 وريزوليوشن هيبقى 72 بيكسل بير انش واقول اوكي. اول حاجة هنعملها هنعمل فيل للباك جراوند بالاسود. لو الفور جراوند والباك جراوند بتاعك مش ابيض واسود هندوس دي من الكيبورد، وبما ان الاسود فور جراوند كولر هدوس على Alt Delete، أدوس Filter Noise Add Noise، هعمل النوز بتاعي ما يقارب ال 84 جازين مونوكروماتيك وأقول أوكي. okay. هرجع لفلتر بلور جازين بلور وأخلي البلور بتاعي Radius 1 بيكسل وأقول أوكي. هدوس Control L أو من Adjustment أو من Image Adjustment ليفلز، شايف تحت الليفلز ادجستمنت، البلاك سلايدر ده هحركه لحد هنا بالشكل ده كده او زي ما يناسب ليك وهقول اوكي. هختار صورة سحاب وهكبرها بالشكل ده، هعملها دي ساتوريت. اول حاجة هنعمل كليك يمين وخليها ريسترايز لير. ونعملها دي ساتوريت ازاي؟ هدوس كنترول شيفت يو او من ايمج ادجستمنت دي ساتوريت، هدوس الليفلز تاني، هعمل كنترول ال عشان يفتح لي الليفل ادجستمنت وابدا اغمق الاسود بتاعي بالشكل ده كده واقول اوكي. واخلي البلند مود بتاعها سكرين، اقل الاوباسيتي بتاعتها ل 10% او اقل مثلا 8% كفايه. تمام. بعد كده هعمل نيو لير وبالبرش تول فرشة العادية جدا السوفت دي، وهبدأ اختار لون معين مثلا اللون ده C6ABCC واقول اوكي. هبدأ ادوس هنا مرة وهنا مرة وارجع اختار لون تاني مثلا ازرق A B A E C C، أدوس هنا مرة برضو هنا مرة، لون أخضر مثلا A B C C B O B 0 سوري، أدوس هنا مرة هنا وهنا. غير بلند مود بتاعها لكولر دوتش عشان تظهر لي بالشكل ده. أختار التايب تول، أبدأ أكتب الكلمة اللي أنا عايز أكتبها. أنا مثلا أكتب ديب اعمل كنترول تي واكبرها، ابدا اختار الفونت بتاعي صغرها شوية واصطنها بالشكل ده كده. هنغير اللون بتاعها للون ابيض واقول اوكي. اول حاجه اعمل ايه؟ هدوس دبل كليك على الصوره على اللير بتاع التكست بتاعي واختار دروب شادو. دروب شادو بتاعي هيبقى البلند مود كولر بيرد، اللون بتاعي اسود، الاوباست 100%، الانجل ماينس 90، طبعا هشيل التشيك بتاع الجلوبال لايت، الديستانس بتاعي هيبقى 4 والسايز 0 هو الستريك. بعد كده هيبقى انر جلو، الكلر بتاعي هيبقى اف اف بي 400 وهو اوكي.
البلند مود بتاعك كولر دوج، الاوباستي هتبقى 58، السايز هيبقى 3. طبعا هنسيب كل حاجة زي ما هي. بعد كده هختار بيفل امبوس، الستايل هيبقى انر بيفل، التكنيك بتاع تشيزل هارد، الدبس بتاعتها هتبقى 250، السايز 3، الزاوية هشيل الأول الجلوب لايت، والزاوية هتبقى 135 على 25، هعمل انتل الايز، ومن الجلاس كنتور هدوس على الجير ايكون هدوس كنتور عشان يظهر لي كل الكنتورز دي، هختار الكنتور ده، والهايلايت بتاعي هيبقى كولر دوج، اوباستي 75 واللون ابيض، الشادو مود هيبقى مولتبلاي على اوباستي 75، والكولر بتاعي يبقى 591 اي 00، واقول اوكي. هختار ستين، البلند مود بتاعي هيبقى كولر دوج، الكولر بتاعي هيبقى اف اف 4800، الاوباستي بتاعتها هتبقى 20، الانجل 90، الديستانس 20، والسايز 30، وهشيل انتي الايز، واختار من الكنتور بتاعي الكنتور ده. بعد كده اختار جريدينت اوفرلي، البلند مود بتاعي هيبقى اوفرلي، الاوباستي بتاعتها هتبقى 100%، الستايل هيبقى لينير، الزاوية 90، والسكيل 130، الألوان بتاعتي هيبقى في اللوكيشن بتاعي 0، وهدوس F6 A9 3B، وفي اللوكيشن 17، في اللوكيشن 17 الكالر بتاعي هيبقى 6E5838، هنعمل اللوكيشن برضو 36، وهيبقى الكالر بتاعي 80 77 6E، و اللوكيشن 100 دي، والكالر بتاعي هيبقى D6 DE D1 CA، اقول اوكي. هختار ستروك، الستروك بتاعي هيبقى 1، البوزيشن اوتسايد، الاوباستي 100%، والبلند مود هيبقى نورمال، هدوس على الفيل تايب واخليها جريدينت، وهدوس الجريدينت تول، في اللوكيشن 0 الكالر بتاعي يبقى 1D0C00، اللوكيشن 15 هيبقى الكالر بتاعه 5E4C07، اللوكيشن 31 هيبقى FFCB62، وفي اللوكيشن 55 هيبقى الكالر بتاعه 3D330E، في اللوكيشن 77 هيبقى الكالر بتاعه 6C521F، وطبعا اللوكيشن 100% هيبقى الكالر بتاعه FFDE63، وهقول اوكي. الانجل بتاعتي هتبقى 90، والسكيل بتاعي هيبقى 100%. بعد كده هيبقى باترن اوفرلاي، هختار طبعا الباترن اللي انا لسه عاملها من شوية، تمام، ويبقى البلند مود نورمال، الاوباستي 100%، والسكيل بتاعي هيبقى 50، وهقول اوكي. هيطلع معانا التكست بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده بالشكل ده، هعمل منه كنترول جي عشان لو عايز ازود كلمة تانية، وابدأ انزله لتحت واغير الكلمة اللي انا عايز اكتبها. بالشكل ده كده هعمل لير كمان، وهعمله فيل بالاسود، هدوس على edit fill، ومن content هختار black، او زي ما قلت لكم لو البلاك والوايت بتاعك الفور جراوند والباك جراوند كولر مش ابيض واسود هندوس دي من الكيبورد، وهندوس الت ديليت عشان يعمل لي فيل بالشكل ده، اختار من فلتر ريندر، وبعدين لينس فلير، هنعمل كشكل شمسي كده
من علامة الزائد اللي في النص دي حركها للركن اللي فوق ده بالشكل ده كده، وهختار 35 مليمتر أو 105 مليمتر برايم دي، وأقول له أوكي تظهر لي بالشكل ده. أغير البلاند مود بتاعها بعد كده السكرين عشان تبقى الديزاين بتاعي بالشكل ده. ده ديزاين خفيف، أتمنى إن هو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات أول بأول. وكان معكم حازم صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.